تاني. فدلوقتي تعالوا نروح للصحافه الرياضيه، هنروح على مقر جريده الشروق لان زميلتنا العزيزه روزان نصر موجوده هناك عشان تطلعنا على اخر الاخبار والمستجدات واهم المانشيتات في كل المواقع والصحف الرياضيه المختلفه. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر جريدة الشروق. يعني هنبدأ بخبر كمان من جريدة الشروق الليلة، نهائي الحلم بين الأهلي والوداد على لقب كأس الأميرة السمراء. نهائي طبعا دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في 9 مساء بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبحثا عن مجد جديد يضاف لتاريخ النادي الأهلي، ويتطلع طبعا النادي الأهلي للاحتفاظ بالتتويج للعام الثالث على التوالي وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوز بأغلى الكؤوس الإفريقية. واستعاد الأهلي لاعبي خط الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي مع إمكانية مشاركة عمرو السولية المتعافين من الإصابة طبعا خلال الفترة الأخيرة، فيما يغيب المدافع محمد عبد المنعم للإصابة. من موقع اليوم السابع، اليوم كاف يجتمع لمناقشة ترتيبات نهائي دوري أبطال إفريقيا. يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اجتماعا اليوم بمدينة الدار البيضاء على هامش مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونشر الاتحاد الإفريقي بيان رسمي يؤكد فيه أن الاجتماع سيناقش عدد من الأمور أهمها الاستعدادات لكأس إفريقيا للسيدات والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 2 يوليو حتى 23 يوليو 2023. من الشرق الأوسط، بنزيما لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك للفوز بالكرة الذهبية. أكد الفرنسي كريم بنزيما بأنه فعل كل ما لديه مع ريال مدريد هذا الموسم ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد أن ساهم في قيادة النادي الإسباني للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة 14. وسينضم بنزيما إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينهم 27 في الدوري، ساهمت طبعا بتتويج الفريق البطل لأسبانيا. وأخيرا من أخبار اليوم، كلوب ليفربول أفضل نادي في العالم. قال المدير الفني يورجن كلوب أن الريدز أفضل نادي في العالم، وذلك خلال احتفالات الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة. وأكد كلوب في تصريحات: ليفربول بدون أدنى شك هو أفضل نادي في العالم، لا يوجد نادي في العالم سيخسر نهائي دوري أبطال أوروبا ويصل الناس إلى هنا بالشكل الذي هم عليه الآن. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من جريدة الشروق، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. ده احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر على هذه التغطية المتميزة، شكرا ليك. طيب.